فأول مولود ربنا رزقني بيه كانت الناس بتيجي تبارك وتهني، وكل اللي داخل يا إما في إيده علبة شوكولاتة يا إما في إيده تورتة. وتعالى شوف المنظر بقى، كل حاجة موجودة على السفرة، حلويات وأشكال وألوان من كل نوع، إلا صديق واحد بس لقيته داخل عليا ببامبرز ولبن. ضحكت جدا وقلت له إيه ده؟ قال لي بذمتك لو كنت جبت حاجات من الناس جايباها دي زي الشوكولاتة وغيره ما كنتش هتحطها جنب اخواتها على السفرة لحد ما تبوظ وتترمي؟ اصلا انا كنت واثق ان جالك من الحاجات دي كتير جدا، طب ليه؟ ما نخلينا عمليين واجيب لك حاجة تستفيد بيها، انت راجل خارج من مصاريف كتير جدا وانا عارفها، فقلت يعني اجيب حاجة تنفعك وتفيدك. البامبرز ده واللبن ده انت محتاج له، وشوية كنت هتنزل تجيب منه صح؟ قلت له صح. قال لي الكام جنيه بقى اللي كنت هجيب بيهم الشوكولاتة دول ويتحطوا في حاجة مفيدة أحسن من حاجة هتترمي من الركنة. بصراحة جماعة كلامه عجبني، منطق رهيب. تخيلوا لو كل الناس عملت كده محدش هيحتاج لحاجة. والله يا جماعة احنا بقى في أكل شهات في حياتنا بنعملها بس علشان يقولوا إننا قضينا الواجب، ما بنفكرش في التفاصيل. ده نعرف واحد راح يزور مريض سكر خد له شوكولاتة، ده حافظ مش فاهم، هو عمل الواجب وخلاص، والفلوس اللي جاب بيها دي أنا بسميها مصاريف تقضية الواجب اللي ملهاش أي نفع أبدا. في إيه لو الفلوس دي دخلت على المريض باتنين كيلو لحمة؟ طيب والله أحسن من الجاتوه حتى هيرم عظمه، ولا فرختين ثلاثة في أي زيارة لقرايبك أفضل من الشوكولاتة اللي بالشيء الفلاني، أو تشوف هو محتاج إيه وتجيب اللي يفيده. وسيبك بقى من نظرة الناس والمجتمع، نظرة الناس لا هتأكل ولا هتشرب ولا هتساعد ولا هتفيد. زمان كانت الناس بتعمل كده، نلاقي البيت مليان من خزين زيارات الناس في الأعياد والمناسبات ورمضان وفي الظروف، محدش كان بيهتم بالمظاهر ولا حتى بالرسميات، وتلاقي اللي في البيت ده هو هو اللي موجود في البيت ده، والأبواب كلها مفتوحة على بعضها، والدنيا حلوة رغم صعوبة الظروف وقتها، بس الناس كانت بتجيب المفيد. يا جماعة لازم في الوقت اللي احنا فيه ده نفيد بعضينا ونبعد خالص عن الرسميات والمظاهر، بلاش نرمي فلوسنا في فخ الاتيكيت وكلام الفارغ ده. وانا عن نفسي من وقتها بعمل كده، في اي زيارة ادخل وفي ايدي حاجة مفيدة تنفع اهل البيت وتخفف عليهم اعباء الظروف والحياة، وتبقى ضربت اكتر من عصفور بحجر واحد، زرت مريض او وصلت رحم وعملت الواجب وساعدت غيرك، وكمان دخلت السرور والرضا على قلوبهم، ويا بخت اللي هينفذ ده، وهي كل عباد ربنا ايد بتخفف وتشيل وتساعد وتفيد. استنونا بعد الفاصل.